اسمعوا معي العمامره الثاني العمامره شوف مضرب واحد الطاوة العمامره ذكي ذكي للغايه يعني العمامره ذكي يعطيك شوف يعطيك بواحد الصاروخ هاك يجيك يعني في كما قال عن يحيى وين الجن ما يجبدهاش اسمعوا شو راه يقول هذا يوم رئاسه الجمهوريه رئاسه الجمهوريه بعض الدول الاخرى واضح أن لزعمائها ارتباطات مثلما هو الشأن مثلا بالنسبة لجلالة ملك مملكة البحرين الذي سيستقبل هذه الأيام بابا الفاتيكان وما إلى ذلك لكل لمعظم المسؤولين الكبار في الدول العربية طبيعة الحال أسباب في عدم في عدم الحضور ولكننا نرحب بكافه المندوبين، المفوضين، رؤساء الوفود مهما كانت رطبهم في 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 دولهم، ونعتبر ان كل مسؤول جالس ممثلا للدوله له صلاحيات. المهم راكم سمعتوا اكيد راكم سمعتوا ما قاله العمامره، لكن الشيء المميز ذكاؤه الخارق اللي يعطيك كلمه هي صحيحه يعني في محلها لكن يقصد من وراءها يعني مقاصد كبيره وكبيره جدا. قال لهم احنا ما نلوموش والله احنا ما نلوموش الاخوه يعني الزعماء العرب هذو اللي ما حضروش. كل واحد ومشاغله. واحد راح يختن ابنه، واحد راح يزوج بنتو واحد يستنى في المعزه تاعو تولد. قال لهم وكاين كل واحد وعنده مشاغله احنا ما نلوموهمش معليش. قال لهم مثلا يعني ملك البحرين ربي يكون في عونو. راهو راح يستقبل بابا الفاتيكان مشغول. بالكف. ملك البحرين راح يستقبل أو عنده ضيف راح يجيه بابا الفاتيكان باش يصلي معاه صلاة الحد وماهوش مشغول، ماهوش فاضي مسكين، مشغول. عنده مشاغل. ملك البحرين عنده مشاغل. واش هي مشاغله؟ ما هي مشاغله؟ عنده بابا الفاتيكان راح يجي يزورو اذا ما يقدرش يخلي بابا الفاتيكان ويجي يحضر القمه العربيه طز في العرب طز في العرب واش ندير مع العرب انا نستنى بابا الفاتيكان الفاتيكان قريه يعني إسطوانية اكبر منها الفاتيكان دوله هي دوله داخل ايطاليا المساحه نتاعها اصغر من سيره المرجه سيره المرجه سيره المرجه في العاصمه جايه مسمبرتو تو تسالت المرجه اقل منها يعني مساحة تاع الفاتيكان يعني تسالت المرجه زايده عليها بحوالي 200 متر هذه هي الفاتيكان وفيها الفاتيكان وحده فيها هذا البابا هذا وحده ما عندهم لا الشعب لا كذا عندهم غير القساوسة تاعهم وكذا جاي يزور في البحرين اذا ملك البحرين يعني الغى كل بروتوكول وما يحضرش القمه لانه مشغول باستقبال بابا الفاتيكان هل توجد اكثر من هذه لا توجد اذا العمامره داهيه كلهم احنا ما نلوموهمش كل واحد وظروفه والله ظروفه واحد عنده عرس واحد عنده يختل ابنه واحد عنده رايح معزه تولد لو مش عارف كذا واحد عنده يستقبل الفاتيكان يعني دونك ما نلوموهمش ربي يكون معاه تحيه خالصه يا العمام راك 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 راك, طالع 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 ستار بيك يعطيهم بالكف يقري فيهم الدبلوماسيه